مساء الخير. إذا عندكم مشكلة ونايمين عليها صار الوقت تمسكوا التليفون وتعملوا هالاتصال الواحد اللي ممكن يغير لكم حياتكم. رقمنا هو 7158874 وقضيتنا هي نساعدكم على المواجهة. أساتذة مروان سنو كلودين الراسي ووانسين مع بعض. شو ناطركم الليلة؟ خلينا نشوف بهالتقرير. بحلقة الليلة من على أكيد ناقش قضايا جديدة بتعالج مشاكل مهمة ممكن تصادفنا بحياتنا اليومية. ببرنامجنا على أكيد صرتوا بتعرفوا إنه الوساطة كانت حل بمعظم المشاكل اللي صادفتنا، وإنه وسيطاتنا قضايا كتير استلموها وبعضهم مصرين على متابعتها. أما القضايا اللي عجز الحب عن حلها والوساطة استسلمت قدامها صارت بإيد القضاء اللي منوثق إنه رح يحلها على الأكيد. قضية نزيه ووسام يلي صرفوا تعسفيا وبلا سبب وجيه بعد عملهم لمدة سنتين بشركة عريقة. من السابعة للستة يعني ما في شركة دوامة 11 ساعة أو 9 ساعات، دوام العمل 8 ساعات. كل يلي طالبينه التعويض يلي بيسمح لهم فيه القانون. أنا بس بدي أقول لك إنه عم سجل هالحديث بيني وبينك. حسان جارودي يلي دفع مبلغ من المال ومن جيبته لأحد زبائن شركة السفريات يلي كان يعمل لصالحها ورب عمله بعد ما ردلوا إياهن، والليلة جاي يواجهه ويطالب بماله. رحت على البنك سحبت من حسابي أنا ودفعت له. مش طبيعي أنه الواحد يشتغل 8 أشهر يطلع بدون ليرة. شو يا حسان؟ صار لسنة المسألة يا حاج. دموع يلي اسمها بدل على قصتها مليانة قهر ودموع. قضية مؤثرة جدا ومثل مؤسف وخطير لمدى تعنيف المرأة بمجتمعنا. أنا حبلت منه بعد 4 أشهر، حبلت وروحت يعني دغري من الضرب بسبب الضرب. أنا بتمنى منكم تساعدوني تأمنوا لي شغل، بدي مقوى أنا بأمنه، أنا إذا طلعني لأنه حاجة أنزل بالشارع. صرخ الدموع الليلة رح تأثر بكل واحد عم بيشاهدنا، وعلى أمل تأثر بالمسؤولين يلي بإيدهم وضع حد لتعنيف المرأة بلبنان. لا وحش يعني منه إنسان عادي مريض عم يأذيكي، خلصي منه. مش هربان منه يعني، هو بيكحشني من بالليل 3 الصبح 2 بالليل. رجينا عطيش من تلفزيون مستقبل، كيف حالك؟ مرحبا. كيفك؟ جانين ملاح. سيدة لجأت لنا هربا من عنف زوجها المستمر، رحبوا معي بدموع فواج. دموع اهلا وسهلا فيك. حضرتك عمرك 21 سنة وهلأ هربانة من بيت زوجك بسبب عنفه المستمر. وين ساكنة؟ وين عم تبقي؟ قاعدة مع اخويلي لأنه أنا ما عندي حدا لأني. وده صار لك؟ اللي أخدته 6 أشهر. وست أشهر دايما كان هيك؟ أول ما أخدته لا، بعدين فجأة يعني أول ما أخدته كان يبين المرض عليه وهيك يوجع راسه تجي كريزة كهرباء وهيك، بس ما كان يقتلني. يكون ولاده موجودين معي بالبيت بس يقتلني لإلي أنا وما يقرب على ولاده. وفجأة يقول لي إنه أنا أخدتك إنه لأنه أنت ما لك حدا، لأنك أنت مصدوطة بالشارع. بيقول لي إنه أنا خيي وجعوا قلبه عليك يعطوني إياكي وهيك. هو عنده أولاد بالبيت؟ عنده قد إيه أعمارهم؟ عنده بنته عمرها 15، بنته الثانية عمرها 14، والولد عمره 11 سنة. و
زوجته بعدها موجوده؟ لا، هو اخذ ثلاثه قبل. ومش موجودين؟ لا مش موجودين. بس الاولاد معه؟ بس الاولاد وبنتين عندهم زوجين مش معه. هو عمره 41 سنة، يعني أكبر منك ب 20 سنة، وأنت كنت بتعرفيه يعني قبل الزواج؟ أنا ما بعرف. كيف صار الزواج؟ أنا أختي بتشتغل بالأيتام دار الزهراء، ف نحن كنا عايشين فيها، لأن أخو بيشتغل، ف وقال لها لأختي علي وهيك عرفنا على بعضنا وزوجنا. كنتوا عايشين بدار الأيتام؟ إيه بدار الزهراء. وأنت قبل بمرة كنت متزوجة وعندك ولدين؟ عندي بنت وصبي. وهن وين هلا؟ مع أبوهم. ما بتشوفيهم او؟ لا ما بخليني اشوف. قد ايه اعمارهم؟ بنتي عمرها 4 سنين، ابني عمره 3 سنين. قصة دموع تبعتها الوسيطة منى داوود، خلينا نشوف هالتقرير. نحن نايمين ما في شيء، بيقوم من بالليل بيفيقني وبيضربني، بيضربني على راسي وبايديه، وهذيك المره دفشني على الشباك، بيقفل باب اوضه النوم علي مشان ما اطلع برات البيت، وبعد اكثر الاوقات بكحشني 3 الصبح بنام على الدرج، انا بيطلع الصبح وبرجع بروح. تاني يوم بيقول لي انه اذا انت تعبانه معي انه تنازلي لطلقك. لما يزتك وين بتروحي؟ بنام على الدرج، وتاني يوم بروح عند اخوي اللي على التبينه. نام عندهم يوم يومين وبرجع، هو بيتصل فيني وبيقول لي ارجعي، بيقول لي انه ما عاد مد ايدي عليكي وما عاد كحشك وخلص وهيك، وبس روح تاني يوم بيرجع بيقتلني. طول عمري انا بالشارع، يعني انا اول مره وتعودت على الشارع. السؤال يلي بيطرح نفسه هو ليش دموع بالشارع؟ وين أهلها؟ الجواب بيستلزم العودة لطفولة دموع، طفولة كان عنوانها العنف. احنا كنا صغار، يعني ماما كانت معنا بالبيت، كان البابا عطول يجي من بيروت سكران يقتلها على راسها، يقتلها. كان البابا يطرطق لها راسها على الحيطان، مثل ما هلا هيدا عم يعمل، مثل ما زوجي هلا عم يعمل فيني. فجأة ماما مرضت، يعني انشلت كلها قد ما كان يضربها وهيك، قام مرضت. لما مرضت طلقت الماما ونزلت عند أهلها. بابا حطنا بالأيتام الصغار، بعدين زوجني شخص من عندنا من الضيعة من فوق من سير، وتزوجته، دليت معه 3 سنين وطلقته لأنه ما قدرت كمل معه، لأنه مثله مثل البابا يعني. وبعدين أخذ الأولاد مني وصفيت أنا بالشارع، لأن البابا ما قبل يرجعني على البيت، بيبزع من مرته كتير. دموع تزوجت مرتين، أول مرة كان عمرها 19 من رجال كان يضربها، أنجبت منه طفلين، واتطلقت تتخلص من العنف. وهي كانت أول مرة بتلجأ دموع للشارع، لأنه بيا ما قبل يستقبلها بعد طلاقها. من بعدها جبرها بيا أنها تتزوج من رجال تاني تتبطل بالشارع، فرضخت دموع لأمر بيا وتزوجت زوجها الحالي على أمل أنه يكون هالزواج خلاصة من تاريخ عنف عيشته. لكن للأسف زوجها الثاني كان أشد عنف من الأول، فاضطرت أنها تهرب منه وتلاقي حالة مرة جديدة بالشارع وبالحقيقة نفسها. وأنا كمان يعني أنا ما فيني دل عند أخويلي، لأن أخويلي هن بيصرفوا عن ماما، صرفوا علينا كتير، ولما تزوجت هذا كمان صرف علي كتير،
بعدين وضع التبانة مش منيح، يعني يوم منيح 10 ما منيح، رصاص وكذاف. بالإضافة إلى غياب والدة وظرف أمها الصحي، إخوات دموع عندهم ظروف عائلية مشابهة إلها بتمنعهم من أنهم يكونوا حدا. بس لحسن حظها خالتها بباب التبانة بتستقبلها من الوقت للتاني. اللي شفته ما حدا شافه. حلقة عذاب عم تعيش فيها دموع من وقت ما كانت طفلة، من أب معنف للأم وللولاد لضرب مستمر من زوجين ارتبطت فيهم. شوفي ولادك؟ لا، لو عندي معه كنت جبت ولادي اللي عندي وعشت أنا وياهم. قديش عندك أمل هلا؟ لا ما عندي. بكذب عليك إذا بقول لك عندي. ما عندي أمل بشي. أنا مرة سألت الماما ليه سميتيني دموع؟ قالت لي أنا من الأساس ما بدي إياكي تجي، لأنه كان على طول أبوك يضربني فيكي أنت وحبلي. بدي إياكم تساعدوني بس هيك. تقولي مأوى أو شغل لأشتغل فيه وأقوي حولي فيه. نحن دورنا مش بس نلاقي مأوى لدموع ونخلصها من دائرة العنف يلي عايشة فيها، بل كمان زرع الأمل فيها من جديد. دموع هالقد كان عنيف بضربك؟ بعد ما بيضربني يعني أكتر، يعني أكتر شيء بيضربني على راسي وعلى ظهري. أنا حبلت منه بعد 4 أشهر، حبلت وروحت يعني دغري. من الضرب؟ بسبب الضرب؟ إيه. روحت يعني كان لي شهر حبل وفجأة روحت يعني. وكيف يضربك؟ بشو؟ لا يضربني بإيده، بإيدي يعني. بيضربني وما بيحس على حاله، بعدين بعد نص ساعة ما بيوعي حاله شو عامل. بقول لي إنه أنا ما وعيت وما كحشتك، ما معي خبر هالموضوع. بدي أسألك سؤال، بالنهار بيضربك؟ لا. بس بالليل لما بيقوم؟ بس بالنهار بيقول لي فلي عند أهلك. إنه بيقول لي فلي إنه أنا ما بدي إياكي بالبيت. هو عنده مشكلة كهرباء براسه؟ إيه. إنه أنا هن ما أعطوني هالخبر هذا قبل ما أتزوج وهيك، جديد إنه معي خبر هالموضوع هذا. وأنت بحاجة لتتزوجي لأنه ما عندك محل تاني تروحي؟ لأنه ما عندي محل. كنت بحاجة إنه أتزوج، إنه مهم إني أنضب يعني أنضب من الشارع، لأني أنا عشت بالشارع سنة ونص. بعد الفاصل تابعوا معنا تفاصيل معاناة دموع وكيف فريق على الأكيد اتدخل ليساعدها. بعد تعرضها للضرب والإساءة المتواصلة، لجأ الدموع على برنامج على الأكيد لنساعدها تخلص من معاناتها. بابا مش قادر يصرف علي، كل يوم واخوالي بيقولوا لي انه نحن بنا مضطرين نحملك، يعني انه حملناك كثير، حملنا امك عم نحمل لعشرين سنه ما فينا نحملك، وهن ما بيقدروا يحملوني لانه حاملين امي. طيب هو تجوزك برايك كانت يعني ندمان لانه جوزك؟ ما بعرف شيء. أنا صحيح أنا عايشة معه، بس ماني عايشة معه كزوج وزوجة، كرغبته هو لشغلته بس، أكثر من هيك لا. لا شو يعني ينام معك؟ ايه هو بس بده ينام بس معك. بس يعني بكحشني جمعة بيتصل فيني تاني يوم، تعي على البيت وخلص ما عاد مد إيدي عليكي وما عاد كحشك، تاني يوم بكير بكحشني بيقول لي خذي تيابك وفلي. قال لي أنا ما فيني أشوفك بالبيت، ما بقدر أتصورك بالبيت. عطل بيقول لي انه انت لانه ما لك حدا انه انا عم بعمل فيك هيك، بلي هلا تنزلي لي عن حقك، انا دغري بدي اشتري، بس انا ما بقدر اتنزل له. مش على قيمه المصاري يعني لا، بس على قيمه انه انا حارجع انكب بالشارع. قد ايه مأخرك؟ 10,000 دولار، انا مش عم بطلبه منهم كلهم، انا عم بطلب لو بالشهر عطوني 100 دولار بس. ماني انا عم بطلبه منهم او عم بقول اعطيني اياهم دغري. هذا وحش يعني، منه انسان عادي، مريض عم يأذيكي، خلصي منه. دموع يلي معتبره انه ما حدا بده اياها وخوفها من التشرد على الطريق دفعها لتختار وتعيني مع رجال ظالم قاسي وكمان بيضربها، والتاريخ عم بعيد نفسه. وانت عندك شيء مرض او بتروحي عند حكيم او مستشفى؟ انا لا، بس معي اعصاب. لانه عم شوفك عم ترش. مينيموم بصير معك اعصاب. وبتاخذي شيء دواء؟ لا. وانت كنت اوقات
تفيقي بالليل مثلا تكوني عم تصرخي او عم تبكي او انا ابزع منه بس قوم لقيه دواء دواء لما بصير ابزع منه انه انا عارف بده يجي يقتلني بس ما بقدر اعمل شيء لا بقدر افتح باب غرفه النوم ولا بقدر اروح محل انه انا عارفه بده يقتلني بتصيري تصرخي انت بس بعيط ايه بس ولاده ما بيقدروا يقربوا ما بيقربوا انه بس انا بعرف انه اللي بيكون بهالحاله ما بس بيقتلني لالي المفروض انه ولاده بالبيت انه لازم يقتل ولاده مثل ما بيقتلني لالي انا انه بالنهايه انا صحيح انا ما لي حدا بس انه ما بيجوز من قبلهم كل انسان يريدها على عرضه وعلى نفسه وعلى بنيته حتى قبل ما يريدها بنت العالم. اختلطت علينا المشاعر باستوديو بين التعاطف والغضب. هذا شيء سلوك يعني ما له علاقه بالمرض بالتصور. شو ناطرة من برنامج على كيف؟ أنا بتمنى منكم تساعدوني تأمنوا لي شغل بدي مقوى أنا دعمه أنا إذا طلعني لأنه حاجة عن زاد بالشارع بتمنى منكم تعتبروني ليش تعتبروني اللي بدكم إياه وتساعدوني ما بدي شي غير هيك شغل بيت تقدر إذا طلعت عند ولادي أقدر أطلع أشوفهم بس إذا بنتي طلبت شي منها أقدر أطلع لها إياه معي ما بدي شي غير هيك وإذا أنا ماني قده فرب العالمين ما بيتركني يعني ما آخر شيء بتنزلوا عن كل شيء يعني رب العالمين ما بينسيني بس بتمنى منكم إنكم تساعدوني غير هيك ما بدي أنا دموعك غالية علينا يا دموع وفريق على الأكيد متجند بكل عناصره لمساعدتك ولنوقف حدك هون تدخل زفين لناخد بعض التفاصيل المهمة ولنعرف كيف بدنا نعالج هالقضية أنت جوزك السابق وين هلأ؟ بصير الدنيا وشو وضعك؟ شو علاقته فيك؟ ما بعرف عن شيء الأولاد مع مين؟ مع ستهم أمه أو أمه؟ أنت وأمه كيف العلاقة؟ بعد ما اطلعنا صرت منيحة كثير أنا كنت عايشة مع أهله أمه لطليقي شيعية يعني وأنا سنية كنت على طول في مشاكل بين بعضنا بتصير مشاكل كثير بين بعضنا بالبيت وهيك فجأة اطلعنا وهيك وأخذ الأولاد وانا القاضي حكم لي بالولاد بس انا ما بقدر اخذهم لانه انا ما عندي مأوى تطلع بتزوريهم للولاد؟ هو منعني اني اطلع ما بطلع يعني مع انه حق المشاهده ما له علاقه بقصه الزواج الثاني، الزواج الثاني بيسقط له حق الحضانه بس بدل حق المشاهده في عندها حق المشاهده الواضح انه هي من الاساس كله عم يستغلها نتيجه ضعفها ما لها حدا فاي شخص عم يبني هالعلاقه مع دموع بتكون نتيجتها عدم توازن وهيدا صحيح يا ماتر سنه فلو دموع كان إلى سند ما كانت وصلت لهالمرحلة الصعبة نحن عم نحكي عن العنف الأسري يلي حتى يجرم بالقانون وتحال كافة الشكاوي صارت هلأ من عبر النيابة العامة على المفرز القضائية مش عبر المخافر وعم بينظروا لها كالعنف الأسري عم بينظروا لها كحالة رافضينا بالنهاية أكيد ويجرم عليها القانون ومن ناحية الشرع المحاكم الشرعية بهالحالة عندها حلين يا بتعمل المخالعة يلي هو دعوة مخالعة وبتبري من كل حقوقها الشرعية أو بتقدم دعوة تفريق للشقاق والنزاع وبهالحالة بيصير في تفريق بيناتهم وطلاق حسب نسبة المسؤولية إذا بين أنه في مسؤولية على الرجل بناء على العنف الأسري يلي هي عم تتعرض له هيدا بده إثبات طبعا ساتا بيصير الطلاق بنسبة مئوية وبتحصل على مؤخر تبعها حسب هالنسبة يعني رأيي حل مشكلتك الأولانية هيك إذا هو قبلين بالمخالعة ما حيطلع لك منه شيء عملي مخالعة أحسن ما تقيمي دعوة تفريق وتعدي وقت عملي مخالعة وتركيه وبعدين الله بيدبر الأشياء الثانية بتتأمن في شغلة كمان هون مفروض إنه إذا كانت مزبوط ما عندها علم إنه زوجها كان شخص مريض وهن جوزوها بلا وخافوا عنها هذا الموضوع هذا سبب لحاله أساسي بفسخ الزواج قدام الشرع بعتقد إنه الدموع مش قادرة اليوم كشخص إنه هي تهتم بحالها إن كان يعني قانونياً أو اجتماعياً أنا بعتقد لازم يعني ندخل جمعية أو حدا أكيد طبعاً بدها حدا يحتضنها يعني ويساعدها مساعدة قانونية واجتماعية يعني هون إذا بدنا نحكي بس عن المساعدة القانونية فيها تاخذ معونة قضائية من نقابة المحامين ولكن بفضل نعم 100% بفضل أنا تكون بجمعية مظبوط تكون بجمعية وهيدي الجمعية هي تاخذ على عاتقها أول شيء لأنه في عندنا مشكلة مأوى هون أساسية وفي موضوع الثاني اللي له علاقة بالقانوني أو متابعته نعم فالأرجح إنه تكون أحسن إذا بنروح على جمعية اتفقنا كلنا على موضوع الجمعية وهالمرة قرر زفان عكس مبدأ البرنامج إنه ما نواجه الزوج
حتى ما نعرض دموع لمعاناة أكثر، ويكون اهتمامنا هو مساعدتها وإيوائها. تحت الهوى اتصلت وسطتنا منى يلي كانت توجهت على طرابلس لمواجهة الزوج، وأبلغناها بقرار زافان، وطلبنا منها تتوجه لإحدى الجمعيات الخيرية بطرابلس. من دليل الجمعيات نقينا جمعية محترمة بطرابلس لتكون هيك قريبة منا كمان. رجي إذا سمحتوا الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة. إذا كان ضروري إنه نختار جمعية بطرابلس، بنتقل إلى الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة إلى مقرها بطرابلس مع الرئيسة لورا سفير. ست لورا مساء الخير. أهلا مساء النور كزمان. ست لورا، نحن أمام حالة إنسانية يعني جدا مؤثرة، سيدة متزوجة عم تتعرض إلى ضرب مستمر من قبل زوجها صار لها 6 أشهر. نعم. يعني بهيدي الحالة، وهي اقتصاديا متعلقة فيه، يعني ما عندها محل تلجأ له لأنه عائلتها كمان وضعه صعب. بقى أكيد أنتوا بتعرفوا كتير من هالحالات، بقى شو فينا نساعدها لدموع؟ ايه أكيد، يعني أنا أحب أكيد أعرف شو وضع هيدي الست يعني بالتفاصيل. ونحن أحسن بس يكون في حالات عنف، يعني أي قضية عنف مهما كانت أشكال هيدا العنف، نحن منتوكل على القضية ومنتبناها نشوف شو وضع، يعني بنترك كل قضية على حدة، يعني بدنا نشوف وضع هيدي الست شو هو بالتفصيل. أكيد هي إذا بتعرف لعنا وبتقابلها الأخصائية الاجتماعية وعضوها بتحط لها خطة عمل، يعني بتشوفي إذا بتعطى هي وياها. أنتوا فيكن تأمنوا مأوى كمان؟ نحن بنعمل رسالة لمقوى في حال هي ما عندها مقوى، بس بنشوف هلا وضع هي الست، لأنه نحن الحالات اللي بتجي لعنا عادة بنستقبل كل الحالات يلي هي بيكون معرضة لعنف، بس كل حالة تختلف عن الثاني، يعني في حالات ممكن تكون أهين من حالات، في حالات أصعب، يعني في حالات بحاجة لدعم نفسي، في حالات بحاجة لاستشارة قانونية أو ممكن كمان متابعة قانونية بالمحاكم. بدنا نشوف شو وضع الست. نعم، أنتوا كجمعية بدنا نشتغل نحن وياها. أنتوا كجمعية بتأمنوا المساعدة القانونية أو المساعدة الاجتماعية أو المساعدة يعني كإيواء حسب الحالة، بس فيكم تقدموا هالخدمات الثلاثة؟ نعم، حسب الحالة، يعني نحن بدنا نشوف هي حالتك شو هي. طبعاً أول شيء لأنه نحن عندنا مركز استماع وإرشاد، يعني في التخصص يعني المساعدة الاجتماعية اللي بتقابلها أول مرحلة، وعضوها بتقرر خطة العمل اللي بتم فيها. نعم، في حالات كتير من هالنوع بطرابلس؟ طبعا في حالات كتير، ونحن في عدة الحالات النساء الناجيات من العنف قبل ما يتعرضوا لحالات أخرى، يعني من القتل والموت والانتحار ربما، يعني نعم. ست لورا سفير، شكرا لك رئيسة الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة. أرقامكم موجودة على الشاشة لأي حدا بيحب يتواصل معكم مباشرة، وأنا رح أطلب هلأ من دموع تتوجه لعندكم إلى مقر الهيئة. شكرا لك. شكرا لك ويعطيكم ألف عافية، لأن الإعلام بيلعب دور كمان أساسي وكبير بدعم قضايا المرأة وخاصة قضايا النساء يلي هن معرضات للعنف. شكرا لك. شكرا. دموع هلا منى رح تكون ناطرتك بطرابلس، وهي رح تهتم فيك توصلك على الهيئه. اوكي ميرسي. وهونيك من الهيئه بنشوف يعني على اللي بيكون اذا امنوا لك مأوى هيك انت فيك تتصرف، يعني من دون خوف من انه ما عندك محل تروحي. ميرسي لك كثير، كلك صبر. طلعت دموع صوب طرابلس ووسطتنا كانت منتظرتها لترافقها على الجمعية، بس لأنه زافان اهتمامه كبير بهالقضية رح أرجع لعند منى. منى بعدها موجودة بالحي، رجي إذا سمحتوا دوفليكس مع منى داود. منى. إيه زافان، بحب أعرف يعني الرأي العام بالمنطقة، شو رأيه بموضوع العنف ضد المرأة؟ بقى فيك نعم. تستطلعي لي آراء الشارع لنشوف شو المنحة بهذا الموضوع؟ طيب أنا هلأ رح أعمل جولة وشوف شو آراء الشارع. أوكي شكرا لك. بخصوص الشارع يلي محيط بقصة عنف، قصة دموع،
يلي خلقت هي عم تتعنف ووصلت هالعمر تزوجت مرتين عم تتعنف. خلينا نشوف هذا الحي شو رايه. وبتكون وصلت لعندك دموع بهالوقت. اوكي انا ناطرتها لك. شكرا لك منى. أول شيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصانا بالنساء خيرا. الضرب ما عندنا شيء اسمه ضرب بالدين الإسلامي، ما في شيء اسمه ضرب، في توبيخ، في تحذير، في عدة أمور، في هجر، في عدة معطيات. الضرب للبهائم أجلك مش للبني آدم. أنا ضد العنف مع المرأة، هي لازم الولاد يكون سير المرأة ما بيضربها ما يبهدلها، أكيد هذا لأنه هي بالنهاية هذه ضلع عصر هذه المرأة، منو عطلع والناس بيضربها ويقتلها وهيك. نحن ضد الضرب بالأساس، ولكن شو أباحته الشريعة نحن معه. حضرتك شو رأيك؟ أنا أكيد ضد العنف، لازم نحن بالحكي بالتفاهم. نحن ضد العنف، ما منهين أي ما منريد أي مرة تنهين، وما منريد كل البنات والنساء يكونوا سعداء مع أزواجهم. بهالوقت كانت وصلت دموع على طرابلس وراحت تلاقي وسطتنا منى يلي رافقتها صوب مركز الجمعية الخيرية. نحنا تركنا دموع بأيدي أمينة وبوقت ممتاز، بما أنه تم التصديق على قانون حماية النساء من العنف الأسري بمجلس النواب اللبناني. بس على الأكيد ما رح نترك دموع ورح نضل نتابع هالقضية. بعد الفاصل دفع مبلغ من المال ومن جيبته ورب عمله بعد ما ردلوا اياهن. يا حسان شو يا حسان صار لسن المسألة يا حاج.